الله بالنسبة يكرمك. للسؤال التاني، قلت لك أنا مهندس ذكاء اصطناعي، تمام؟ ها؟ أنا مهندس ذكاء اصطناعي، تمام؟ مهندس ذكاء اصطناعي. مظبوط. فساعات مثلا إيه، بكون دايما مثلا زي بعد الدرس. سيستم كده يعني كده، تمام؟ فمثلا عايز مثلا نعمل مثلا كاميرا تلقط مثلا لو أي حد بيدخن، فتبعت مثلا إشارة للمكتب إن في حد مثلا بيدخن في المكان الفلاني، فده مثلا إيه؟ بخلي السيستم يتعود على صور الناس بتدخن، ومنهم مثلا صور مثلا ايه نساء بتدخن، مثلا نساء متبرجات او الى ذلك، تمام؟ والى ذلك مثلا على ايه، على معايير نفس المعايير بس على ايه، على تطبيقات تانية، مثلا ايه فيديوهات مثلا محادثات مثلا بين شخصين، تمام؟ فمثلا انا مثلا عندي السيستم ده ان هو مثلا لو حصل فيها اي حاجة مثلا خارجة فايه فيقف، فلازم طبعا بعوض السيستم على صور خارجة. فهل لا انا يعني مثلا أنت كويس؟ تسأل عن أنك مهندس ذكاء اصطناعي لاكتشاف المدخنين مثلا رجالا أو نساء قد يستغل في شيء مضر، لا اسم عليك، واصل عملك.